هادو هما لي غورب ديال اي سي اللي جاو قريب قبل من واحد ايت منصور. شوف سبحان الله العظيم كيف داير. شوف 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 سبحان الله العظيم واحد المنظر فيهم رائع. شوف 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 هما ماشي بحال المضايق ديال داد ولا لي غورج ديال تودغا. هادوك متقاربين هادو شويه متباعدين ولكن شوف فيهم واحد العظمه سبحان الله العظيم. وراه حتى من هاد الجهه هادي راه ديما تبانلنا بزاف هنا فين واضحه الرؤيه سبحان الله العظيم. واحد طيب منصور ما بقاش ليها بزاف بقات ليها واحد 4 كيلومتر. وراه بحال هذيك المنطقه راه هي ديك البلاصه راه هي كاين تينجل منها شلال كاين دابا مع الجفاف ما كاين حتى حاجه بزاف كاينش الماء الله يرحمنا. عرفتي راه تتمتع الانظار ديالك بهذا المشهد هذا سبحان الله كيدير سبحان الله. وراه ما بعيداش بزاف ايت منصور على تفراوت كاينه اكثر من 30 كيلومتر بشي شويه. واحد ايت منصور ترحب بكم هاي الواحه ومن هنا تبدا الواحه. الواحه مع شجر النخيل يا سلام. كاين الفيلاج هنا عم ندير زوين. هذا الدوار عليكم هاي لا زوينه. شوف 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 المنظر ليا هاي 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 اصحاب لي كامبينغ كار كاين الماء ولكن هي شي حاجه قليله. السلام عليكم. غنشوفو شي بلاصة نجلسو فيها نعمرو فيها شي دكوتاتاي. هاد البلاصة هادي هي ديال شي دكوتاتاي. مشيت دابا الدراري تنقلب على شي بلاصة فين نعمر شي دكوتاتاي ولكن راه تيبان ليا واقيلا بنخيم هنا. لقيت واحد البليصة زوانة مدرقة ومخيفطة هيا لقيتها نيت غير هنا. خلو من هاد البلاصة هادي نجيو من لهنا نزلو من هاد البليصة طاق. كاينين بلايص خرين ولكن قراب للشانطي حيت هنا فريمون قريب للشانطي حيت جاو هادو بحال قلتي شكل مضايق شي هنا انا مضرق هاد البلاصة هادي نقعد في هاد البلاصة ولا ليه في الغالي نمشي نقعد ليه ليه مضوي شي شوية هنا نقعد وما غاديش نحط الخيمة دابا ما ندير والو غنعمر واحد الكوتاتاي وديك الساعة نشوف البلان اش فيه. شو هاد المنظر هذا شوف هز عينيك على حدا وا سبحان الله باقينا نخيمي تحت هاد الكرمة واقيلا هاد الكرمة ولا ليه تحت هاديك الكرمة الاخرى. دابا يلاه جيت عمرت الماء هنا. الحاجة الزوينة في هاد البلاصة هادي هو كاينين سواقي ديال الماء. عمرنا الماء باش نقادو واحد الدكيكة ديال اتاي ما عرفت فين البريكة ما عرفت فين حطيت البريكة وعندك نكون نسيت البريكة اخي بلان هو تنسى البريكة تا فينا هي البريكة تافينا هي البريك عاقلة إلا نسيته عاقلة الله تعالى أعلم إلا نسيته مشكلة إلا نسيت البريك
اقي لينا ما نكذب راه درتها انا. ايا ها مشكله الا نسيتي البريك. مشكله واش من مشكله. نجيب واحد القريطه علاش نجلس. بانت لي ليه بسم الله هذه مزيانه نجلس نتسرحوا عليها. الله ني البريك هاي بسم الله. هادي معاك انت من الخوضه خصني نقرب ليها على شي بلاصه اللي تكون مضرقه. شي بلاصه اللي تكون مضرقه ما يضربش فيها الريح. فين 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 هنا هاد البليصه هادي مزيانه. دابا ندور الكاميرا باش تشوفوا وغنديروا الدكيكه ديالنا ان شاء الله. الكاسكروت غادي يكون فيه اتاي فرماج اش اخر العسل غير هاد العسل هذا مع كثرت البريسيون هنا في هاد البلاصه هادي شكي ولا ولا كاع كله مضغط. واش اخر واش اخر وهنا سليلو. هنا كاين عندنا سليلو مع تا هو من كثرت الفيبراسيون شو كيف ولا لا بلا. وفي العشاء ان شاء الله لان في الغالب غادي نبات هنا. انا تنتسنى غير تخفط واحد شويه الرجل ويبدا تيظلام الحال عاد ديك الساعه ان شاء الله نحط الخيمه ديالتي وفي العشاء نديرو ليه سباكيتي كيف العاده. سباكيتي قاضيه الغرض لان اصلا قبيله راه كلت مزيان هذاك الطاجين دارني شبعني مزيان. يا بسم الله ودابا نتسناو الدكيكه ديالنا تعمر وديك الساعه نديرو كاسكروس وسط هذا المنظر الجميل. شوف هذا المنظر هذا شوف 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 وشوف هذا المنظر هذا مسكين هذا الموتور هذا رديتو على اللاحقه اي حاجه تنعلقها عليه. هي البوطه كاينه ليه ونتسناو دابا اتاي طيب. دابا نحيدو اتاي صافي بارك عليه راه تشحر ونديرو هاد الخبز هذا. هاد الخبز هذا شريتو البارح في تافراوت وما استعملتوش ونديرو دابا نديروه في هاد المقيله هادي باش زوين. هذاك الباك داك الباك اللي عندي فيه قميله وفيه مقيله وفيه براد. البراد انا صراحه طلع حيدتو لان ما مزيانش الشاي المغربي ما تيدوز هذاك دوك الوراق ديال حبوباتاي. وبالنسبه لنا حنا ما خداماش هذيك القضيه نهائيا خاصو يدوز اتاي بوحدو وتبقى دوز ديال الليكيد ويبقى الوراق على الداخل. واللي عجبني انا هنا هو ان المقريب وهادي حاجه اللي مزيانه. شي نقصوا عليه شويه البوطه صافي منقوصه باش ما يتحرقش. واخا انا تيقادو الخبز تيقادوه ماشي بحال شي بحال بعدا في مراكش وتا في مدن اخرى مشيت ليهم كازا والرباط وداكشي ما تيقادوه بحال قلتي واش تيديروا فيه شي شويه القمح. واخا كاع تيبات ما تيخسر ما والو وهذا راه ممكن تاكلوه هكا غير انا زعما بغيت نتبرع على القضيه وبغيت نسخنو. ومرحبا بكم عندي في الدار ديالي. تقريبا هذه اول مره غادي نصور لكم الاجواء الليليه وسط الخيمه. تش من الخيمه الدار قال لي الخيمه. المهم كيف تشوفوا راه الخيمه صراحه طلع متسعه لان هاد الخيمه هادي ديال جوج الناس. وصراحه طلع اللي كان شي واحد تيمشي بالموتور هكا من الاحسن انك تشد خيمه ديال جوج الناس. كاينين بعض الخيام اللي تيكونوا الثمن ديالهم طالع تتكون فيهم بلاصه واحده ولكن تيكون فيهم واحد البلاصه الباجاج. هادي قالها لي نيت واحد السيد داك النهار والبارح فاش تلاقيت معهم دوك الدراري اللي من طنجه قال لي راه كاينه هذيك الخيمه وخفيفه شي شويه. وكيف تتشوفوا راه متسعه حاط هنا الباجاج ديالي وانا ناعس في هاد البلاصه هادي. واخا الدنيا عندي مرونه ولكن تنحرص على واحد القضيه هو انه كاع الحوايج تندخلهم معايا لداخل. علاش؟
باش نضمن انه ما نسى حتى حاجه. هذه اول حاجه. وثاني حاجه الا كانوا شي كلاب ولا شي حيوانات على برا ما يجيو لك شي حاجه، لان اي حاجه ممكن خليتيها يقدروا ياخذوها لك، يسحبوهم شي حاجه الماكله خصوصا الحوايج الماكله. هذاك الشيء ديال الماكله وسميتو كلشي تنجمعو تنديرو في هذوك السيكان دوك الموزيطات وتنسد عليهم. والموتور راه كاين من هذه الجهه، راه كاين حدايا في هذه الجهه سادو مسورتو والدنيا هانيه الحمد لله. واللي تبت في نفس البلاصه فين كنت قبيله فين وريتكم، ولكن قبل ما نخيم ويتم جي عندي واحد السيد وجاي وجاي يهز معاه واحد الشفره، وانا بقيت نديرها تنشوف اجي ويجي عندي ويقول لي واش بغيتي تخيم هنا؟ قلت له ايه. قلت له واش ما كاين شي مشكل ولا شي حاجه؟ قال لي لا راه معنا ماشي مشكل، معايا مشكل مع السلطات راه ما يخليك وش داكشي. وانا نبقى تنشوف فيها هكا قلت له وزعما ما يمكنش كاع نهائيا. قال لك لا راه مع داك النهار داك النهار شعلات شي عافيه هنا كانوا شي وحدين الا غير ذلك. انا حسيت بالسيد يعني غير بحال لا خايف يعني عنده واحد التوجس. صافي بقيت انا وياه تنديو تنجيبو في الهضره. من بعد 5 دقائق من الهضره ولا قال لي يا مسكين ها انت شوف الا خصاتك شي حاجه انا راهي في الدوار هنا نجيبها لك، ياك ما خصك الخبز خصك هذا. قلت له ودي انا راه ما خصني والو، واصلا راه كليت قبيله فعلا داكشي فاش داك الكاسكروت اللي شفتوني كليت ما بقيتش قديت نزيد شي حاجه حتى العشاء ما بغيتش نقادو باش ما يشيطش، باير يبقى يعني يفسد اللهم بلا ما نديرو كاع من الاحسن، لان كليت مزيان في الغداء وعاوتاني درت كاسكروت معتبر. صافي قلت لي راه ما خاصني حتى حاجه، وقلت لي راه العافيه ما غاتنيش عليها، انا اصلا عندي البوطه نستعملها. هو واحد القضيه الناس دائما عندهم واحد التخوف ولا واحد الهاجس من الاخر خصوصا الا كان غريب عليهم. وهذه المساله هذه ممكن رساله توجه للدراري اللي تيديروا هادشي تاع التخييم، يحاولوا دائما انهم يخليوا واحد الاثر اللي طيب عند الساكنه باش الناس يعرفوا بان راه هاد الناس هاد الدراري هادو اللي تيديروا هادشي تاع التريب وداكشي راه عندهم واحد الثقافه وواحد العقليه اللي مختلفه، من خلال انك تخلي بلاصتك نقيه، من خلال انك ما ديرش الصداع، ما تديرونجيش الناس، ما ديرش يعني شي سلوكات اللي متهوره اللي ممكن انها تؤدي الاخر. يعني كلهم هاد الحويجات ممكن ديرهم باش حتى شي حد اللي بغى يجي من وراك تيقولوا ودي راه هذوك الناس راه هانيه راه بيس الدنيا هانيه. هادشي اش داليه انه الناس يوليو عندهم خوف انه ممكن تيجي شي حد يدير شي حاجه ما هي هذيك فتيبقاو عندهم هذاك التوجس. هذا ما كان. دابا انا واحد شويه عندو نصلي العشاء والنعس ان شاء الله غدا نعاود نشد الطريق. صراحه الله باقي ما بلانيتش لغدا، يلا واحد شويه تنتسنى غير التليفون يتشارجا واحد شويه وديك الساعه ندير البروغرام ديال غدا فين غادي نمشي. واخا هو انا ما تنبروغراميش فين غادي نبات، ولكن تنحاول نوضع النقيطات اللي غادي ندوز عليهم. قدرت ندركهم كاملين وهذاك ما قدرتش ما كاين مشكل. ونقول لكم السلام عليكم وتصبحوا على خير. تلقاو غدا ان شاء الله. صباح الخير الاصدقاء، هذا هو المنظر اللي تنفيقوا عليه هذا الصباح، هذا منظر اللي رائع. والبارح كانت واحد النعيسه يا سلام رائعه جدا. البارح في هذا الجبل هذا ما عرفتش واش يبان لكم ولا لا، شدوا الكاميرا نحيدوها من هذه البليصه هذه. اجي معنا هذا الجبل البارح فاش نضمن نصلي العشاء كان فيه واحد المنظر اللي رائع. مع كانت البارح القمرة مضوية مزيان وضربة فيه وعطيه واحد الرؤية اللي رائعة مع نجوم، واحد المنظر يا سلام ما تشبعش منه. حاولت بالكاميرا ولا بالتليفون ولكن ما كابطا والو، ما جدو حتى شي حاجة. ودابا نعمرو شي الكويكة ديالاتي، نحطو الكاميرا هنا شوفو ليها شي بوزيسيون زوينة باش نجبد الماتيريال. مزيان نبدو الماتيريال باش نعمرو شي دكيكه ديالاتي. شتو كيف شتو الموتور عاد نحطو حدايا، هو راه سادو اللي ما عندك مناش تخاف عليه، ولكن كيف تيقول المثل سد القمات حل. هذا هو داك الباك اللي قلت لكم شنو كيدير،
تيكون مجموع فيه كل شيء. ها نحلو نوري لكم هذا الشيء. هذا ماشي داخلش في الباك، هذا ما داخلينش في الباك. شتي تيكون كله اوب طاح، تيكون كومباكت شتوه، واحد داخل في واحد. وفيه هادي، هادي جميلة الا بغيتي تطيب فيها شي حاجة. وهذا هادي مقيلة، مقلاة ولا عندها العديد الاستعمالات، ممكن انك تستعملها ولي دينا هكاك تيخرجوا من الجناب بحال هكا. هادي كتشديتها من علي اكسبريس، كانوا داروا واحد البرومو وشديتها بشي 140 ولا 150 درهم بحال هكا. وهاد البراد هذا اصلا ديالي، حيت البراد ديالو. نمشي دابا نعمروا الماء، غنمشي نشوف البلاصه منين تنعمر الماء كي دايره، تيكون معايا. وهذه هي البليصه اللي تنعمر منها الماء. كيف تشوفوا كاين هذا المصرف هذا تيدوز الماء، عمروا الماء. هو صراحه الله ما تنشربش منه، رغم انه راه نقي. ها انتم عاش كي داير. خاد الكاس هذا ما يبينش مزيان، ولكن من الداخل راه باين عشان نقي صافي. يعني ممكن تشرب منه، ولكن انا عندي شي ماء اخر، ما داكشي علاش ما شربتش منه. تنعمر منه غير تاي بحال هكا، ولا بغيت نطيب منه. والبارح بالليل ما عرفتش تقريبا التوقيت بشحال عاش، تنسمع واحد جوج الحيوانات تيديروا واحد الصوت عجيب وغريب. واحد تيعطي صوت من هنا، والاخر تيعطي واحد الصوت اخر مختلف عليه. هما ماشي طيور، ما عارفش شنو هما داك النوع تاع الحيوانات، والله ما عارف. غنسمع عليهم وتنقول شنو هو هذا النوع، نحاول نديتيكتي الصوت والو. وكاين هاد البليصه زوينه والله، انا صباح ما سخي ما قديتش وما سخيتش النوض. وزايد مساله اخرى، هنا الشمس تهبط مع الطلا، مع كاين الجبل من هاد الجهه والجبل من هاد الجهه، وتقريبا دابا راه سير عليك ما طلع الشمس هنا حتى لديك 11 بحال هكاك، تتقرب انا 12 11 ولا 12 بحال هكاك. هادي راه شحال دابا، هادي راه قريبه للتسعود، وباقي ما باقي ما باقي ما تنصتش وما وصلتش الشمس عندي كاع نهائيا. يعني هنا ما تحتاج لا تقلب على شجره لا تخيم لا والو. يا بسم الله. نسيت السكال. غادا ندير غير طويبة صغيرة تاع السكر، هي تنسم بها وصافي. كل شي يامات كاع ما بقيت تنشرب السكر، تعاود تاني رجعت ليه وصافي. ما كنت هنيت منو كاع، ونيت بايري تقلك اللهم حيدو. لكن ضروري بعد المرات سيرتو اتاي ضروري تبيت نسم بالسكر. مازال القهوة وداكشي تنشربهم بلا سكر ما عنديش المشكل، اتاي لا. ورا انك تنقص من الحلاوة راه غير ولف. ودابا نجمع الخيمة ديالتي، وخا صراحة الله ما سخيتش بهاد البلاصة، هادي بلاصة اللي زوينه بزاف ورائعه. من اصعب اللحظات هو اللحظه اللي كتبغي تجمع فيها الباكتاج. دابا فاش تبغي تحط الباكتاج تتكون سهله القضيه، ولكن فاش تبغي تجمعوه راه تياخذ ليك وقت. خصك على الاقل واحد ساعه الا ربع بحال هكا باش تجمع، ولا نصها على حسب. والاشكال هو انك خاصك تجمع طرد كل حاجه بلاصتها، لان الا بديتي تتخربق داكشي وتتحطو تدكسو، اول حاجه ما غاديش تقد المساحه اللي عندك في السيكان، ثاني حاجه فاش غادي تبغي تجبد شي حاجه غادي تلف عليك. حيدو بعدا هاد اللوتاد هادو هما الاولين، لان قلت زعما يقدر يكون الريح ولا شي حاجه. سالك الجو كان عادي، البارح كان دافي، ما كانش زعما شي بروديه بزاف. كان الجو قدروا نقولوا ربيعي، جو ربيعي بامتياز. ولكن مع ذلك درت هذا الباش هذا
لينا شويه هاد الباش تيكالي داك البرد. البارح فاش نخرج على برا تلقى شويه البرد، ولكن فاش ندخل داخل صافي تيتحبس هذاك الشيء، تيتقطع البرد. دابا ان شاء الله من بعد ما نجمع الحوايج ديالي غادي نحاول ان شاء الله نشد الطريق واحد البلاصه تيقول لها اوغردا، غندوز ليها من هنا من افلا يغي، ما عرفتش الطريق واش كاينه ولا لا، ما عاطينيش واش كاينه شي طريق ولا لا، كتبان ليا واحد المسرب، ولكن واش شانتي ولا كودرون ولا بيس ما عرفتش. تما فين كاينه واحد البلاصه الله يسمح لشي واحد يسموها نافذه الشيطان، حتى من بعد شي واحد جاو تداركوا وسموها نافذه الحياه، لا فونيتر دو لا في، وهادي اسم مناسب مزيان هاديك ما عرفتش. عاوتاني راه هاد القضيه هادي كاينه حتى اخ في النيره كندز منها، سمينا هذيك واحد البلاصه سميتها عجب الله، وهذوك تيقولوا ليها لو ترو دو ديابل، وقيلا تيقول ماشي لو ترو دو ديابل، المهم ما عقلتش اش يسميوها، المهم ما عقلتش هذا دو ديابل. هاد الباش كنلوحوه لداخل، خليوه لداخل ونسدو عليه ونحيد هذا. غير هما هادو هاد العصي هذا خاصك تحاول تكيس عليه، لان الى تتعامل معاه شوي تاع الجهاله تقدر يتهرس، والى تهرس صعيب تلقاه، ما كاينينش هاد الشيء، هاد الماتيريال هكا بياس دو روشونج ديال هاد الشيء قليل، يعني خاصك تعاود تشري خيمه جديده. ما عرفتش واش شي حد كاين تيبيع هاد الشيء هنا في المغرب، تيبيع هاد بياس دو روشونج ديال هاد الشيء، ولكن لا اعتقد. شحال مره تيبانو ليا الدراري في الجروبات تيسولو درسوا ليهم هادو بغاو يبدلوه، راه هي دغيا تتجمع مع شي مطاطش فيها، الا جلستي بلا هضره بلا والو 5 دقائق تجمعها.